درع المحطة 17/2012 اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأمن. قوات الأمن تحاول اقتحام مدينة درعا والجيش الحر يرد عليها ويدحرها خارج المدينة. الله أكبر الله أكبر. الأمن يقوم بتكسير المحال التجارية. هذه هي جرس انذار المحال التجارية التي قام الأمن بتكسير المحال. والجيش الحر يقوم بالدفاع عن أهالي مدينة درعا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر لله لعزتي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.